توجهنا هذه المرة من الموصل إلى جنوبها الشرقي حيث ناحية النمرود، ووجهتنا كانت إلى دير مار بهنام وسارة الذي يعد أقدم أماكن العبادة المسيحية في المنطقة. وبعد وصولنا التقينا بالأب أفرام الذي أخذنا في جولة داخل المكان وتحدث لنا عن تاريخه. يعود عمر الدير إلى 1600 سنة، أما عن قصة بنائه فهي بسبب قيام الملك سنحاريب بإعدام ابنه وابنته بعدما تركا الوثنية وأصبحا مسيحيين، وقتل معهما أيضا قرابة 40 فارس بحسب الرواية التاريخية، وشيد هذا الدير بعد ذلك لأجل تضحيتهما. هنا طريق مار بهنام قدس سارة قتلوا بهذا المكان بعد ما كانوا هما أوثان وصاروا مسيحيين على يد مرمت الناس. تعرض المكان إلى عمليات تخريب من قبل عناصر التنظيم الذين شوهوا العديد من ملامحه، لكن طراز العمارة القديم ما يزال شاخصا. وبعيدا عن الباحة الداخلية، هذه بعض العوائل المسيحية تمارس الرياضة قبل غروب الشمس، جاءت في زيارة من أربيل والسليمانية لأجل الصلاة والتبارك في المكان. يعطينا أمل ويعطينا قوة، وهو احنا رجانا هو بالصلاة، وخاصة بهيجي أماكن مقدسة مثل دير بهنام وسارة اللي يرجع تاريخها قبل 1600 سنة بالقرن الرابع. كان هذا الدير سابقا محط رحال للقوافل والمسافرين من المسيحيين وغيرهم، وذات المكان اليوم يأتي إليه المسيحيون من مختلف المدن والدول من أجل زيارة الضريح وأداء الصلاة اعتزازا بهذا المكان وقيمته التاريخية والدينية. دير قديم عمره 1600 سنة، نيجي نقيم القداس هنا ونقيم الصلوات ونتبارك بالقديسين بهنا وسارة. شهدت نينوى موجة نزوح كبيرة للمسيحيين بعد أحداث عام 2014، لكن مثل هذه الأماكن الدينية يعتبرونها جزءا من تاريخهم ولا يستطيعون الاستغناء عنها، وتجعلهم متمسكين بها ويزورونها بين الحين والآخر رغم بعد المسافات. من دير مار بهنام وسارة في ناحية النمرود، محمود الجماس، قناة التغيير.